خطفت ابنتا نجمة المصرية شيرين عبد الوهاب الأضواء في الحفل الذي أحيته والدتهما على مسرح جدة سوبر دوم في المملكة العربية السعودية، وحرصت هنا ومريم على الحضور مع أمهما بعد غيابها لفترة طويلة عن إحياء الحفلات، فصعدتا إلى المسرح بملابس كاجوال لفتتا أنظار الجمهور الغفير. وقدمت شيرين في الحفل مجموعة كبيرة من أبرز أغانيها على رأسها إنساني وأخيراً اتجرأت وإيه إيه وتاج راسك وكتير بنعشق وآه يا ليل والوتر الحساس ومش عايزة غيرك أنت وعلى بالي. وكشفت بعد الحفل أنها غنت وهي متوترة بسبب وجود والدتها في المستشفى. هذا وظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بإطلالتين مختلفتين في حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية. وارتدت شيرين في الحفل فستانا أبيض وآخر باللون الأسود. وكانت وصلت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عصر الأربعاء إلى مطار جدة، ومع باقة من الورود كان في استقبالها وفد من الشركة المنظمة وهيئة الترفيه السعودية، حيث وصفته عبد الوهاب بأنه أجمل استقبال من أجمل ناس، وعبرت عن سعادتها الكبيرة وشوقها للقاء الجمهور بعد عام ونصف العام من الانقطاع بسبب فيروس كورونا الذي حال دون إقامة الحفلات. هذا وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأحدث ظهور للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد وصولها إلى المملكة العربية السعودية. وظهرت شيرين من دون مكياج وبكامل عفويتها مرتدية عباءة باللون الأسود.